مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفضاء من قناتكم قناة الجزائر نيوز، والذي سنخصصه للحديث عن وقفة متجددة لحاملي الماجستير والدكتوراه وكذا الأساتذة المؤقتين اليوم أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هي إذن وقفة متجددة بمطالب قديمة، على رأسها التوظيف المباشر لهؤلاء الذين يعدون من النخبة والذين نالوا قسط كبير من التكوين فيما بعد التدرج، وأيضا عديد المطالب خصوصا بالنسبة للأساتذة المؤقتين الذين يطالبون بالتساوي والعدل بينهم وبين الأساتذة الدائمين، والذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى تدريس لساعات ربما أكثر من الساعات التي يدرسها الأساتذة الدائمون. هذه النقاط ونقاط أخرى سنحاول في هذا الفضاء أن نجيب عليها ونجد لها استفسارات، خصوصا وأن هذه الوقفة ليست الأولى وسبقتها العديد من الوقفات، آخرها الوقفة الوطنية في 29 من جوان الماضي والتي كللت بلقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لكن يبدو أنه لا شيء تغير إلى اليوم. إذن مناقشة هذه النقاط وأخرى أسعد باستضافة الأستاذة أمينة زغلول، أستاذة مؤقتة بجامعة البويرة، مساء الخير. أهلا بك أستاذ. وعلى يميني أيضا الأستاذ منير عوادي، أستاذ مؤقت بجامعة الجزائر ثلاثة، مرحبا سهل. بالإضافة أيضا إلى الأستاذ نذير يحياوي، أستاذ مؤقت بجامعة جيجل، مرحبا بكم جميعا. إذن أبدأ معك مباشرة أستاذ نذير يحياوي، وقفة جاءت بعد لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتذكر في الثاني من جويليا كل الصحافة تحدثت ربما عن شبه رضا من قبل المحتجين حول ما وعد به الوزير، الذي تنصل صراحة وقال بأنه الأمر هذا خصوصا أمر أو قضية التوظيف المباشر أمر يتجاوز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ماذا تغير حتى خرج اليوم حاملو الماجستير والدكتوراه في وقفة احتجاجية جديدة؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر قناة الجزائر نيوز على هذه الاستضافة القيمة والتي تسمح لنا بتنوير الرأي العام. ونحن بعد الوقفة الاحتجاجية يوم 29 جوان التي كان فيها استقبال من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، لم يكن هناك رضا من الزملاء، ولكن كان هناك شبه رضا تخيلا من الرأي العام أن هذو الزملاء حملت الماجستير والدكتوراه راهم رضاو، واش لأنه الوزير قالنا راه هناك تنسيق مع الوظيف العمومي، ولكن هناك إحصائيات قام بها الزملاء على كافة مستويات كليات جامعات الوطن والتي بينت العجز الكبير التي فاق 150% على مستوى الكليات. ومن خلال هذه الإحصائيات نحن قمنا بهذه الوقفة المتجددة اليوم أمام وزارة التعليم العالي من أجل ضغط على الوظيف العمومي، وكذا نوجه رسالة إلى الوزير الأول وفخامة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة المهمشة في قطاع التعليم العالي والمجتمع ككل، التي تعاني الأمرين من الاستغلال والتهميش الذي تعمل كعمل الأستاذ الدائم، وكذا حملة الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في الجامعة كأساتذة مؤقتين. ونحن نطالب تدخل من فخامة رئيس الجمهورية لإنصاف هذه الفئة، ونطالب بفتح المزيد من المناصب توظيف كأستاذ مساعد باء في الجامعة، والاقتداء بوزارة التربية، وزارة التربية التي قامت خلال 3 سنوات بإحصاء كافة المناصب الشاغرة على مستوى الأساتذة، وقامت بفتح أكثر حوالي 100,000 منصب كأستاذ في وزارة التربية لمدة 3 سنوات في عز التقشف. وأنه في وزارة التعليم العالي هناك عجز كبير، إذ هذا العام هناك 360,000 طالب ناجح بكالوريا أو طالب جامعي جديد الموسم المقبل 2017-2018، ونحن هناك 60,000 أستاذ جامعي، وفي المعايير الدولية هناك أستاذ يؤثر 15 طالب، احنا رانا نقريو أستاذ راهو نقريو في القسم 50 طالب، ولذا نطالب بفتح مناصب توظيف لحاملة الماجستير والدكتوراه والتوظيف المباشر لهذه النخبة قبل في هذا العام. نعم أستاذ نذير، استسمحك فقط، إذن هذه الصور التي تشاهدونها مشاهدينا الكرام هي جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها قلت حملة الماجستير والدكتوراه هذا الصباح أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
العلمي بالعاصمة. طبعا هناك أساتذة وحاملي شهادات ما بعد التدرج من مختلف جامعات الوطن، والذين حملوا مجموعة من اللافتات، وطبعا تعبر عن جملة من المطالب والانشغالات التي تنتظر التفاتها من الوزارة الوصية وكذا من الوظيفة العمومي والوزارة الأولى. لا بأس أن نستمع إلى جانب من تصريحات وانشغالات هؤلاء، ثم لنا عودة لمتابعة هذا النقاش. Et nous revendiquons ici, donc c'est notre énième sit-in depuis donc le mois de mai. Ce que nous revendiquons, c'est le recrutement donc de l'ensemble des détenteurs du diplôme de magistère et du doctorat. Donc la plupart ici sont des enseignants vacataires depuis des années. Donc nous travaillons dans des conditions vraiment déplorables. هناك من هو متعاقد تخيلي إلى 10 سنوات متعاقد بثمن بخس دراهم معدودة، وبالتالي نحن نطالب الوزير الأول بالتدخل وبقرار سياسي وإدماجنا جميعا حملة الماجستير والدكتوراه في مناصب مالية في الجامعات. لماذا؟ للعجز الهائل في الجامعات. الجامعة الآن تحصي 1.5 مليون طالب، من يؤطرهم؟ عندما تفتح مسابقة الماجستير تفتح على أساس مناصب مالية، وإذا بكل الأساتذة يفقدون أو أغلبية الأساتذة يفقدون حقهم في هذا الحق، يجدون أنفسهم عاملين بالمقابل زهيد جدا. احنا مطلبنا الأساسي اليوم هو إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين وطلبة الماجستير، بما أن الماجستير هي منصب مالي، يعني من الأول كانت مستحدثة كمنصب مالي، وبالتالي ما يتلغاش هذا القرار. إذن كان هذا جانب من انشغالات الأساتذة المؤقتين وحاملي الماجستير والدكتوراه أمام مقر وزارة التعليم العالي. أستاذة أمينة، ربما المطلب الذي يتكرر هو تدخل الوزير الأول، لأنه كما صرح وزير التعليم العالي في وقت سابق قال بأنه هذا الأمر قضية، خصوصا قضية التوظيف المباشر، وأمر يتجاوز وزارة التعليم العالي ويتعلق أساسا بالوظيف العمومي وقرار سيادي ومن أعلى هرم السلطة، يعني من الوزير الأول لفتح مثل هكذا مناصب وتوظيف مباشر للأساتذة. لماذا الوقفة اليوم أمام مقر وزارة التعليم العالي، مع العلم أنه أبلغكم الوزير بأن الوزارة الأولى هي من بيدها قرار التوظيف المباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر قناة تساير نيوز على احتضاني قضيتنا هذه والمتمثلة في التوظيف المباشر لكل حملات الماجستير والدكتوراه نسبة للعجز الكبير الحاصل في الجامعات الجزائرية. أولا كانت عندنا وقفة استفسارية 29 جوان على مستوى الوزارة، من بعد كان استجابة مع الوزير، لكن من بعد جبد روحه قال لك أنه هاد القضية لازم تكون على مستوى الوظيفة العمومي. صح أنه الماجستير يدخلنا على أساس أنه منصب مالي، ولكن احنا تابعين الوزارة التعليم العالي، هي الوزارة الوصية، دونك هي لازم توصل لنا الانشغال نتاعنا للوظيف العمومي أو الوزير الأول، هي الوزارة الوصية، ما نروحوش ديريكت للوظيف العمومي، مادام هي الوزارة الوصية علينا، إذا هي لازم تتكفل بالمشاغل تاعنا. نعم. أستاذ منير عوادي، أنت أيضا أستاذ مؤقت، ألا تعتقد بأنه مطلب التوظيف المباشر لعشرات الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراه وكذا الأساتذة المؤقتين قد يكون ربما مطلب تعجيزي، قد يقول قائل هذا الكلام، هل الآن أنتم تحاولون ربما، يقول لك أنه مبدأ تكافؤ الفرص، حامل ماجستير أو حامل دكتوراه ليس أمامه فقط توظيف في الجامعة، بإمكانه أن يختار أن يوظف في أماكن أخرى في قطاعات معينة، لماذا الكل مصر على أن يكون في الجامعة كمدرس؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة جزائر نيوز على هذه الاستضافة التي سوف تكون منبر لنا لتوصيل صوتنا إلى الرأي العام وإلى المسؤول الأول في القطاع أو المسؤول الأول في البلاد فخامة رئيس الجمهورية. بالنسبة لمطلب إدماج أو التوظيف المباشر لطلبة الماجستير والدكتوراه ليس بطلب تعجيزي،
نرجع سالفا في 2010 أساتذة قطاع وزارة التربية والتعليم طلبوا مطلب الإدماج وتم إدماجهم، ليس بالأمر تعجيزي فقط. فقط واحد النقطة، نرجع إلى مسار هذه الوقفات الاحتجاجية. في 29/6/2017 كانت لنا وقفة استفسارية أمام الوزارة الوصية وزارة التعليم العالي، حيث لا نقول أن الوزير استقبلنا، بل كنا خارج الوزارة فنزل من سيارته ووقف معنا خلال نصف ساعة. طرحنا عليه انشغالنا على ما أظن نقوله لقاء مع الوزير، نختار ممثلين ونختار المطالب المشروعة ونتناقشوا فيها كطرف في جلسة، كطرف وطرف آخر، ليست كفي الشارع جلسة على الرصيف أو أي شيء. هذه أولى. وبعد ذلك استقبلنا كل من مدير الموارد البشرية مسيو داودي، الأمر أجابنا الأمر خارج عن نطاقي أو صلاحياتي، اكتب لنا عريضة أو مراسلة باللي الأمر لا أكتب. بالنسبة إلى الأمين العام للتكوين مسيو غوالي، ليس من حقكم أن تحتجوا، وليس 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 حتى بالكلام هذا، حتى الوزير حجار له منصب سياسي وليس منصب. نعم. فمن هنا لو سمحت لي أستاذ، من هنا ومن هذا المنبر نطالب التدخل العاجل من طرف الوزير الأول تبع. نعم. أستاذ نذير يحياوي، المعروف أنه في التوظيف من بين معايير التوظيف في مسابقة التوظيف بالجامعة طبعا للحصول على منصب أستاذ مساعد قسم باء أو صنف باء، من بين المعايير أنه سنوات التدريس في الجامعة تحسب نقاطا إضافية في مجموع النقاط التي تشترك فيها الدبلوم، يعني ماجستير أو دكتوراه أو التسجيلات في الدكتوراه، بالإضافة إلى المشاركات في الملتقيات العلمية وكذا. لماذا هؤلاء الذين مثلا، واحد يقول لك عندي 10 سنوات وأنا أدرس كما استمعنا الآن في التصريحات، يقول لك 10 سنوات وأنا أدرس أستاذ مؤقت، لماذا هؤلاء لا يدخلون مسابقة التوظيف وبالتالي في النهاية هو عنده نقاط زائدة على أو في المجموع العام للنقاط؟ هذا هو اللي رانا نهضروا عليه في وسط الوزارة. هناك توظيف مباشر أو توظيف على أساس الشهادة اللي حملت الدكتوراه، هناك دكتوراه طور ثالث يناقش الدكتوراه يتوظف توظيف على أساس الشهادة، وهناك حامل الماجستير نظام قديم. هذا الخلط اللي قامت به الوزارة، ما كانش دراسة استشرافية بين النظام القديم والنظام الجديد، راح النظام القديم لم يهتلك بعد وأتت بنظام جديد واختلط المزاج، فوقع أن واحد حامل ماجستير مسجل سنة 5 أو 6 دكتوراه، سجل سادس ما عندوش نقطة دكتوراه في المسابقة ولا له 6 سنوات تدريس. واش معناتها؟ راهو عنده 3 نقاط تاع التدريس، وعنده منشورات وعنده مقالات وعنده تسجيل في الدكتوراه، ولكن ما عندوش النقطة الكاملة تاع الدكتوراه تاع الشهادة. لا عنده نقطة، ولكن الفرق أنه الحامل الدكتوراه راهو توظيف على أساس الشهادة، والماجستير راهو توظيف مسابقة على أساس الشهادة. معناتها واحد ماجستير مالقى راح يكون عنده 6 سنين فاكاسيو، وراه يكون عنده منشورات وعنده دو بوان تاع مقالات وعنده تسجيل 5 فما فوق، معناتها راهو بلا عمر نقاط كامل. ولكن ياتي واحد دكتوراه طور الثالث يمر على اساس شهاده مباشره، على اساس شهاده مباشره، رغم انه مع كاين اللي ما عندوش حتى ساعه ما درش سنوات ساعات اضافيه، متخرج حديثا. والوزاره العام الفارط دارت التكوين لاساتذه في الجامعه، وهذا حديث من حديث السنة الماضية. نعم. وفيما يخص هذيك تاع الاخر، فيما يخص الاساتذه يخدموا في قطاعات اخرى، هناك الماده 15 من مرسوم 98 تفتح مناصب تكوين في الدكتوراه حسب الاحتياجات الى الاساتذه الجامعيين والباحثين في التخصص، وليس الى حاجات اخرى. معناتها انت كي تفتح مناصب تاع الدكتوراه لازم تكون عندك دراسه استشرافيه من على 5 سنوات 4 سنوات 10 سنوات للتخصص تاعك. في التخصص هذاك شحال راح تحتاج من اساتذه، شحال الاحتياجات تاع الاساتذه اللي راحين ياثروا الطلبه. كما هنا أعلن الوزير عنده 3 أيام ولا 3 أيام أو قال باللي راه كاين هناك 5000 تكوين في الدكتوراه، ورانا فاتحين 2000 منصب توظيف. فرق شاسع بين 5000 تكوين في الدكتوراه و2000 منصب
في التوظيف. حنا نطالبوا ب 20,000 منصب اللي جارين 1000 منصب توظيف للتوظيف حملة الماجستير والدكتوره، والقضاء على البطاله المقنعه التي يعاني منها حملة الدكتوره الدور الثالث الجدد. هذا النظام الجديد الذي خرج دكاتره بطالين راهم في الشارع، وراهي واحد يخرج الدكتوره ولو كان ما يتوظفش راهو ما يقدرش يكمل التاهيل الجامعي، وراهو ما يكملش يقدر بروفيسور الاخر، معناتها اليا ما راهوش يكمل في البحث العلمي، راه يولي واحد دكتور راهو يتخرج راهو يروح للبطاله. وثاني راهم هادو حملة الماجستير، مشروع دكتور فاشل، مشروع دكتور بطال في الشارع. هذا النظام الجديد جابنا مشروع دكتور بطال في الشارع. وراي مؤخرا في المركز الجامعي بميلا هناك اربع مناصب في شعبة العلوم الاقتصادية والاخر، هناك 100 دكتور و99 واحد ماجستير على اربع مناصب. اربع مناصب نعم. وفيما يخص حملة الماجستير فهذا النظام كلاسيكي، لماذا لا تستغني عنه؟ لماذا لا هذا حملة الماجستير توظفهم وتوظف حملة الدكتوراه النظام الجديد بما انه يوجد عجز كبير في الجامعة واحتياجات التوظيف مستقبلا تكون على حسب الدراسة. نعم. استاذة أمينة، ربما قد يسأل المشاهد الكريم ما يوميات هؤلاء، اتحدث عن الأساتذة المؤقتين، كيفاش يعيش أستاذ مؤقت في الجامعة؟ وأعرف جيدا هذا العالم، في بعض الأحيان ربما الأستاذ المؤقت يدرس ساعات أكثر بكثير من الأستاذ الدائم الذي في القانون يعني عنده 9 ساعات أسبوعية. حكينا ربما على هذه اليوميات، على المنحة المالية التي تقدمها الوزارة لأستاذ مؤقت يدرس في الجامعة بنفس التكليفات وبنفس الواجبات والحقوق مع الأستاذ الدائم، بمعنى تدريس، امتحان، تصحيح أوراق، في بعض الأحيان تأطير الطلبة في الليسانس والماستر، مذكرة تخرج، وحتى مناقشة المذكرات. نعم، شكرا أستاذ، شكرا أستاذ على هذا السؤال. صح، دوك الأستاذ مؤقت يقري محاضرة في نفس الوقت أعمال موجهة، في الحقيقة هو أستاذ مؤقت على الأقل يقري فقط أعمال موجهة أو يقري أعمال موجهة ومحاضرة، يحرص الامتحانات بالمجان، يحرص بالمجان، يصح أوراق، يحضر الامتحانات. أيضا هناك أساتذة أيضا يقومون بالتأطير ويحضرون مناقشات دكتور ماستر، ومن بعد العام كومبلي بعد من أجل منحة، كما أنا قريت العام كومبلي ومن بعد في لافان 90,000 دينار جزائري. لا، لازم يفهم المشاهد الكريم، الحساب الأستاذ المؤقت يتقاضى أجرا من المفروض بالساعة. نعم. حبينا المشاهد يعرف شحال ساعة، لأنه في 2017 أستاذ جامعي في بعض الأحيان حامل شهادة دكتوراه أستاذ مؤقت يخلص بالساعة، لحبذا تقولي لنا شحال ساعة يدرس الأستاذ في الجامعة؟ هي في الحقيقة نورمالمون يدرس 8 ساعات في الأسبوع. الأجرة شحال؟ الأجرة 560 دينار جزائري. 560 دينار للساعة، بمعنى 56,000 بالدارجة بالعامية. أستاذ جامعي في جامعة الجزائر 2017 يتقاضى 56,000 سنتيم للساعة الواحدة في الجامعة، بمعنى كما قلت سنة كاملة ربما ما تلحقش 10,000 دينار. أستاذ، كاين جامعات يقروا بالمجان. بالمجان. لكن من أجل الخبرة، من مراكمة شات عمل 0.5 باش تزيد في السي في تاع التوظيف. لا، مام رئيس القسم، مام هناك رؤساء أقسام والآخر يضغطوا عليهم، واش يقولوا لهم؟ قول لهم راك دير أنت أجل شهادة العمل هذيك الخبرة تاعك. ومن بعد يقول لك كان هناك تغرض ميزانية الساعات الإضافية، هي ميزانية ضخمة ولازم يفتح تحقيق على ميزانية الساعات الإضافية. ومن بعد كيجي الآخر نهاية السنة يقول له أنت راك قريت على جال الخبرة، ما كانش دراهم تقشوه ما أدخلوش. صافي، نجل الخبرة فقط. إحنا كي جوزنا كونكور تاع الماجستير كنا فدين في بلب أن الماجستير هو منصب مالي، مفتاح مفتاح يتفتح لنا الباب نقرأ ودوزو نجا قينا 3 سنين، باسكو ما كانش عندنا تأطير، ما كانش أساتذة، دونك الفترة تاع الماجستير استمرت إلى 3 سنوات مش عامين. قلنا معليش، سوتنينا ناقشنا دوك الماجستير، قلنا تفتحت الأبواب ندخلوا في مجال التدريس، التدريس البحث، في نهار البون لقينا روحنا عندنا شهادة بطال. اصطدمتم بواقع مرير يعني. هذه أستاذ. أستاذ منير عوادي، هو واقع مر يعني، لا نستطيع أن نقول عكس ذلك، وهذا أمر واقع في تقريبا في كل الجامعات. أيضا أريد أن أستفسر منك يوميات الأستاذ المؤقت
في مع الإدارة، مع لأنه عارف جيدا أنه أول من يستنجد به لما يكون هناك عجز في الأساتذة في بداية الموسم الدراسي هم الأساتذة المؤقتون، لأنه في الغالب الأساتذة الدائمون يرفضون ساعات الإضافية، وبالتالي الأستاذ المؤقت دائما هو المنقذ لإدارة الجامعة التي تبذل جهد كبير وتسعى سعيا حثيثا لأن تسترضي هذا الأستاذ حتى يدرس في الجامعة. حكينا جانب اليوميات، مش فقط في الجانب المالي، حتى في الجانب البيداغوجي، في التحذير، في ربما التأطير. شكرا أستاذ على هذا السؤال القيم. بالنسبة لأستاذ جامعي مؤقت عبارة عن أستاذ كما قلت يستنجد به في الحاجة ويفتح له الباب ويقول له شكرا على خدماتك، شكرا على التعاون، شكرا على التعاون، ونلتقي في شهر سبتمبر إذا احتجنا لك نعيطوا لك. مثال أستاذ مؤقت أرواح، عندنا واحد المقاييس ما يقدرش يقرهم الأساتذة الدائمين، تقريهم أنت أكيد لازم تقري، ما تقريش عندك شهادة عمل في العام هذا ما كانش تقري. ومن بعد أستاذ عندنا نقص في الامتحانات، حراسة الامتحانات ما عليش تقري. ومن بعد أستاذ عندنا نقص في رابورت ستاج تاع طلبة الكلاسيك، صحيح نعم لازم لازم. عندك أستاذ عندك 900 ورقة امتحان باش تصححها، كاينة أمور بزاف وأمور خفية كان أعظم. بالنسبة للأستاذ عوادي كأستاذ مؤقت ما بين جامعة الجزائر ثلاثة وجامعة الواد واد سوف 750 كيلو، نقري أحد واثنين في جامعة الجزائر وأربعاء وخميس في جامعة الوادي. خلاص خمس سنوات يا أستاذ راك معاونا كي تجي مناصب المالية آخر من ينظر إليه، مرت الأستاذ فلاني، أخت الأستاذ فلاني، كذا كذا كذا، يعني معايير أخرى في معايير في أخرى. جوزت شحال من مرة مثلا دخلت مسابقة التوظيف؟ بزاف منذ تخرجك من الماجستير. ماقدرش نحسبهم بزاف، عندي خمس سنوات وانا استاذ مؤقت. خمس سنوات على الاقل، كل عام عندك اربع خمس جامعات في في, في اكثر. في جامعة الواد اخيرا العام اللي فات كاين حظ واحد المشكلة بالنسبة للمقابلة، هي معظم مدراء الجامعات على مستوى الوطن الملف تاعك كامل، ملتقيات، كتب، عندي ثلاث كتب في الاقتصاد، ملتقيات دوبوان خلاص مغلوقة عندك فيه في المقابلة، مقابلة عندك على كتب أربع نقاط، قد يملح لك نصف نقطة كما قد يملح لك أربع نقاط، ربع نقطة، ربع نقطة في المقابلة الشفوية. عندها معايير. كاينة حاجة أخرى، لجنة الانتقاء تكون لجنة من نفس التخصص، ما جتنيش لجنة تاع كلية العلوم الاقتصادية، جتني لجنة واحد من الأدب وواحد من الحقوق، واش يسأل فيك واش تعشت البارح، واش دردشة دردشة حميمية بعيدة عن جو البحث، وهو باين البوست لشكون. نعم أستاذ نذير يحيوي، أيضا بين النقاط المطروحة أيضا قد يقول قائل أنه هذا الناس ما نقولش يتطوعون ولكن يستنجد بهم في بداية العام الدراسي الجامعي. من بين مطالبكم أيضا قضية التكوين العلمي في الخارج والتربصات القصيرة والمتوسطة المدى، والمعلوم أنه طلبة الدكتوراه الذين يحضرون الدكتوراه الموظفين يعني يستفيدون من تربص خصوصا قصيرة المدى وفي بعض الأحيان حتى طويلة المدى. ألا تعتقد بأنه من حقك الأستاذ اللي قري مثلا خمسة ست سبع سنوات أليس من حقه وهو أيضا طالب في طور الدكتوراه أن يستفيد من هذه التربصات للخارج؟ نعم شكرا أستاذ على السؤال هذا. هناك فيما يخص طلبة الدكتوراه المسجلين دكتوراه موظفين ما عندهمش الأجراء ما عندهمش حق تربصات الخارج، وهذا ظلم كبير. كيفاش أستاذ مثلا أو دائم في الجامعة موظف
وراه من سجل سنه ثانيه وثالثه دكتوره عنده الحق في التربصات الى الخارج. والتربص باش يفهم المشاهد انه ليس تربص مهني وانما هو تربص للاعداد للاكاديميه اعداد وطرح الدكتوره. ما بالك استاذ دائم بالجامعه مسجل سنه ثانيه او سنه ثالثه دكتوره عنده الحق باش يروح تربصات الخارج سواء كانت قصيره المدى او طويله المدى، واستاذ او موظف في القطاع العمومي او القطاع الخاص مسجل سنة ثانية أو ثالثة دكتوراه ليس له الحق في التربصات القصيرة المدى. السؤال اللي يطرح نفسه وقتاش هذا مسجل سنة طالب دكتوراه سنة ثانية أو ثالثة الموظف في القطاع العمومي في قطاع واحد آخر وقتاش يكون عنده حق باش يدير تربص الخارج ويكمل أطروحة تاعو. وزيد أستاذ مؤقت ثاني، أستاذ مؤقت ما حلفلوش الحظ باش يتوظف كأستاذ دائم في الجامعة لهذا العراقيل شح المناصب والمحسوبية ويفتح مناصب لأشخاص معينة وبتخصصات أخرى ما حلفلوش الحظ باش يتوظف كأستاذ دائم في الجامعة. أليس له الحق في التربصات إلى الخارج وخاصة بتحديد هذا السن تاع 30 سنة؟ كيف لأستاذ باحث مسجل سنة ثانية أو ثالثة دكتوراه يحدد له السن ويسقف له السن للتربص إلى الخارج؟ هذا التربص الفائدة الكبيرة منه هو استكمال أطروحة الدكتوراه. نعم. إنسان مثلا سنة ثالثة ما توظفش، راهم زملاء تاعنا ونحيو من هذا المنبر اللي وقفوا معنا اليوم، راه كاين تسجيل السادس في الدكتورة وراه عنده 8 سنوات ساعات إضافية وراه كأستاذ مؤقت في الجامعة صافي، راه هذه 8 سنوات راهي خبرة كافية جدا، راه غريب يخرج للتقاعد هذا. وهنا نعود نولوا لتصريحات وزير التعليم العالي الذي تحدث عن قضية تكوين الأساتذة الجدد، وانت عندك ربما أساتذة مكونين ميدانية اللي تقريبا 5-6-7 سنوات. الخلل راهم يكونوا في الأساتذة الجدد، شكون هذو الأساتذة الجدد؟ هذو اللي راهم يسوتنوا هما زملاء في النهاية. هما في النهاية زملاء يعني باش هما زملاء راهم معنا في الوقفة نحييوهم. وحنا المطالب تاعنا راهي تخص حملة الماجستير والدكتورة، الدكتوره بكافه انواعها سواء علوم سواء ما سواء LMD او دكتوره معادله من الخارج لانهم زملاء وراهم نخبه الجزائر. ولكن السؤال اللي طرح نفسه علاه من قبل ما كانش تكوين الجامعه ودرك راه هو راه متحصل على دكتوره الطور الثالث توظيف يتوظف توظيف على اساس الشهاده يدخل، والاخر راهم يكونوا في الاساتذه وعاود استاذ مؤقت عنده 8 سنوات في الجامعه راه مسجل السنه السادسه في الدكتوراه وما صحتلوش تربصات للخارج باش يكمل الاطروحه تاعو ويدير مراجع مهمه، ما توظفوش راه مهمش انت للشارع راه في البطاله، وتوظف واحد توظيف على اساس الشهاده ومن بعد تحوس التكوين تاعو. نعم تناقض كبير. نعم. اعود اليك الاستاذه امينه زغلول الاستاذه المؤقته بجامعه البويره، هناك ايضا بين المطالب التي طرحتموها هي قضيه ان تستبدل إن لم يكن هناك حل جذري للقضية من خلال التوظيف المباشر، من بين الحلول المطروحة قضية أنه يكون أجر تقريبا نقدر نقول الأجر القاعدي يكون هي المنحة للأستاذ المؤقت حتى نحفظ كرامة هذا الأستاذ اللي قلنا أنه يشتغل بنفس الطاقة وربما أكثر مع الأستاذ الدائم. هذه من بين الحلول اللي طرحناها على الأقل يكون عندنا منحة شهرية ما نقولش نخلصوا بالساعات. كيما مثلا دوك الاستاذ في الثانوي راهو افضل من الاستاذ في الجامعه، استاذ مؤقت في الجامعه، استاذ مؤقت في الثانوي احسن من استاذ مؤقت في الجامعه، راهو يمدوا لهم اللي هما 27,000 دينار جزائري في الشهر. اما نحن شحال يا ربي. هل طرحتوا هذه النقطة على مثلا على وزارة التعليم العالي؟ نعم. هل هي في العارضة عندهم العارضة. تلاقينا مع معالي الوزير طاهر حجار وهضرنا له على النقطة هذه فيما يخص الأجر القاعدي. هنا نطالبوا أنه هذا الأستاذ المؤقت قبل ما يجي تعطي له المنصب مالي على الأقل دير له كما الاستشفائيين أو كاين كيولي أستاذ مؤقت عنده أجر قاعدي يستحفظ الكرامة تاعه ويساعده على مواصلة البحث. قالنا باللي صح عندكم الحق الذي لازم لنا الوظيفه العموميه، السي ينسق مع الوظيفه العموميه ويرد عليكم. نعم. وتاخذ شويه وقت. ايضا نتوقف عند المسابقات التوظيف استاذ. نعم. منير عوادي الاستاذ مؤقت بجامعتين الجزائر ثلاثة ووادي سوف، ايضا قضيه تطابق التخصص نقطة مهمة جدا، وهناك من يقول بانه ربما الوزارة حتى تتفادى الدخول في الكم الهائل من المترشحين وصعوبة الاختيار فيما بعد، وبالتالي نلجأ في مسابقات التوظيف التي تفتح بالمناسبة أو فتحت هذه الأيام وهي في كل الجامعات على أساس المسابقة،
يقول لك تطابق التخصص الدقيق، كما نقولوا مثلا تخصص عام اللي هو البيولوجيا مثلا، تدخل داخل تلقى مثلا تخصص وراثة، تخصص بيولوجيا حيوانية، بيولوجيا كذا، وبالتالي كيفاش تقدروا نتعاملوا مع هذا الواقع، لأنه الأستاذ فيما بعد لما يوظف يدرس كل التخصصات. بالنسبة لتطابق التخصص، هناك تضارب في الـ في الـ في الـ في المعلومات ما بين يا إما مدراء الجامعات عندهم قانون آخر، يا إما الوزارة عندها قانون آخر، ما كانش تنسيق. كيف كي تروح تشارك في مسابقة توظيف أساتذة صنف باء مثلا، نعطيك مثال، فتحوا بوست علوم اقتصادية التخصص الأسواق المالية، نعطيك مثال حي. تروح أنت عندك دبلوم أسواق مالية وبورصات، يقول غير مطابق، غير مطابق لأنه البورصات زايدة. أيوه زايدة البورصات، هي زايدة نورمالمون تقبلني. يقول لك زايدة. هذه اللقاء الأخير اللي تلاقينا به مع الأمين العام للتكوين مسيو غوالي، وش قال لنا؟ قال لنا درنا تعليمات. علاش لازم نديروا تعليمات؟ القانون واضح، درنا تعليمات التوظيف على أساس الشعبة وليس على أساس التخصص دقيقة. ليس على أساس التخصص. ديبوزي ملف يقبلوك الملف نتاعك، الأولوية الأولى للتخصص اللي فتحته الجامعة. الجامعة مثلا فتحة أسواق مالية، أسواق مالية اللي كان دبلوم تاع أسواق مالية عنده دوبوا بالنقاط الأمور بصح هما لا، ملفك مرفوض عدم تطابق التخصص. هذا لماذا؟ هذا لماذا المنصب فتحين شخص معين؟ هذا كلامك يا أستاذ كلامي. نعم، وأنا مسؤول، وأنا مسؤول على كلام. نعم، لأنه دائما نحسن الظن في الآخرين، وأنا مسؤول على كلام. نعم. إذا نقطة أخرى نذير يحيى، وأيضا أريد أن أثيرها معك، وتتعلق بمقترح أيضا تم تداوله كثيرا من قبل حملة الماجستير والدكتورة والأساتذة المؤقتين، هو قضية أنه نستثني حاملية الدكتوراه، بمعنى الناس الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه، نستثنيهم من مسابقة أستاذ مساعد قسم ب، ونعطيهم مناصب مباشرة، ربما قد يكون أستاذ مساعد قسم ألف أو حتى أستاذ محاضر، أعتقد أستاذ محاضر غير ممكن، لكن من الممكن جدا أنه يكون أستاذ محاضر قسم ألف، واللي ننالوه في الجامعة بعد ثالث تسجيل في الدكتوراه بالنسبة طبعا للأساتذة الدائمين. نعم، هذا مقترح أيضا بالمقترحات باش على الأقل ننقص حملة الدكتوراه ونستثنيهم من دخول المسابقات. نعم، هذا يكون فرصة طبعا للآخرين. هذا مقترح وضعنا في مطالب العريضة التي حررناها إلى وزير التعليم العالي والوزير الأول. هذا المقترح الهدف تاعنا منه أنه راح نفصلوا بين حاملي الماجستير وحاملي الدكتوراه، لأنه راهو كاين استهزاء بحملة الماجستير. فكيف يفتح أربع مناصب يشارك فيها 20 أميات من دكتور و99 ماجستير، إذا تتبع أنك 99 واحد حامل ماجستير، وتروح تشقى أنت الولاية هذيك الجامعة تدفع الملف في اليد، ومن بعد يعيطوا لك المسابقة جوز المسابقة. بصح كيف هناك أربع مناصب كاين 100 دكتور 99 ماجستير، من المفروض دكتور المسابقات دكتور راح يتوظف على أساس الشهادة، معناتها هذوك المئة دكتور راح نخيروا منهم أربعة و99 علامة الاستفهام 99 حامل ماجستير ما محلهم الإعراب هنا، تعيط ليش؟ لا هذا لا يستثنى من المسابقة. لذا نطلب بعد تخرج دفعات الدكتوراه ألمدين، نطلبنا هو التوظيف مباشر لحاملة الماجستير والدكتوراه نظرا للعجز الكبير مستشفى الجامعة، ومن ثم الفصل بين حاملة الماجستير والدكتوراه. حاملة الماجستير كأستاذ مساعد قسم باء، وحمز الدكتوراه كأستاذ مساعد قسم ألف، والفصل بعدد المناصب متساوية مع المساواة في عدد المناصب. قالك هناك خمس مناصب حمز الماجستير، هناك خمس مناصب حمز الدكتوراه. ومن بعد كي يروح يشارك تاع الماجستير راح يلقى غير ماجستير على أساس شهادة، مسابقة على أساس شهادة، وحمز الدكتوراه كذلك، لأنه هنا منا على سنة أو سنتين راح نلحقوا بهذا الديناميكية وبهذا الريتم تاع مناصب التوظيف، راح يلحقوا وين يولي يفتحوا منصب منصبي راح تلقى 300 دكتور.
راهي نحق لها بطل، راهي النظام هذا راه خرج لنا دكاتره بطالين كما كمصر الشقيقه. نعم. كمصر كدوله. نعم. مصر الشقيقه. نعم. والله مصر، مصر ربما وضع اخر لانه فيه الجامعات الخاصه ودبلوم الدكتوراه عندهم. مهم. فيه فيه ما يقال، فيه الكثير ما يقال. طبعا كثير من الباحثين تحدثوا عن هذه النقطه. نعود للجزائر واثرت قضيه الدكتوره او الدكتور البطال. استاذه امينه زغلول، من المفروض في الدول التي تحترم نفسها لما نقول دكتور انتهى الكلام، يعني دكتور تقريبا 4 سنوات في الليسانس، 3 سنوات على الأكثر في الماجستير، نقدر نلحقوا إلى حتى 6-7 سنوات تكوين في الدكتوراه. حاليا زمان كانوا أساتذتنا زمان الدكتوراه يقعد فيها 15-20 سنة، الآن 6 تسجيلات حتى إلى 7 تسجيلات استثناء في بعض الحالات. من المفروض أنه هذا دكتور، من المفروض أن الدولة اللي تحترم نفسها أنه أستغلك لأنك أنت خسرت عليك أموال كبيرة وكونتك، وأنت أيضا كونت نفسك طبعا من خلال المراكمة وتراكم المعرفي والعلمي، وبالتالي من المفروض أنني أستغل. أين مكمن الخلل هنا في اعتقادك في العلاقة بين دولة اللي هي جامعة التعليم العالي، حكومة جامعة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاصل على الدكتوراه؟ المشكل هو مشكل استشراف. هذه هي أستاذ ماك، فتحونا مناصب لتكوين الماجستير والدكتوراه، الان دكتوراه ألمدي، لكن ما عندهمش احصائيات الاحتياجات نتاع الجامعات. يفتحوا مناصب تكوين الدكتوراه ومن بعد يفتحوا مثلا كما قال الاستاذ نادر 5000، مشاو 5000 دكتور ألمدي، ويفتحوا لنا 2000 منصب والباقيه 3000 واش راح يديروا؟ هل الحل ربما اننا نجمدوا تكوين الدكتوراه؟ يقدروا يجمدوا، كانوا من قبل كانت في بعض التخصص طبعا موجود في التخصص، يقدروا يجمدوا 2 سنين ومن بعد يكونوا هنا كيت لما يتوظفوا الباقيه اللي من قبل يفتحوا مناصب. لكن في قضيه التجميد هناك كما تحدثت قبل قليل يقول لك انه ماهوش بالضروره حامل الدكتوراه لازم يدرس في الجامعه، يقدر يدرس، يقدر يشتغل في 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 وزاره، في مديريه، في استاذ. لكن هناك الماده 15 من مرسوم 98 راه يدخل التكوين في الدكتوراه حسب الاحتياجات الاساسيه ديال الجامعيين والباحثين. انت هنا ما راح واش لازم دراسه احصائيه استشرافيه دقيقه جدا، لان هناك بعض التخصصات صح ما همش دكاتره كما باريكزوم الرياضيات الانجليزيه، هادو رانا عندنا عجز في الدكاتره في الماجستير ما نقدروش نغلقوا كل التخصصات، ولكن هناك بعض التخصصات راه عندنا تراكم من حملة الماجستير الذين لم يتوظفوا بعد، وتراكم من تخرجي حملة الدكتوراه الطور الثالث الذين أصبحوا بالكم الهائل. لابد من دراسة إحصاء استشرافية دقيقة جدا فيما يخص كل تخصص على حدة، وفتح المناصب الدكتوراه والتكوين في الدكتوراه على حسب الاحتياجات التخصصات. اسمح لي برك أستاذ، اسمح لي فقط أنه الدبلوم شهادة ماجستير هي شهادة أكاديمية. دبلوم اكاديميك ماهوش دبلوم بروفيسيونال. دونك هو الماجستير والدكتوراه هو عباره عن تكوين الاساتذه. الان ما عندنا شهاده ماجستير ما نقدرش نشاركوا في مسابقات توظيف اخرى. مثلا كنا من قبل كانوا يقدروا يشاركوا في مثلا في استاذ ثانوي، الان نحاول بسبب تكافؤ الفرص. قال لك هما عندهم ماستر انتم ماجستير ما كاش تكافؤ الفرص، وحنا دوك انا فيها نعيشوها، وين راه تكافؤ الفرص بين واحد عنده ماجستير والاخر عنده دكتوراه؟ ما كاش تكافؤ الفرص. أليست قضية ربما هناك من يطرح نقطة أيضا فيما يخص التكوين في الدكتوراه، يقول لك أنه منظومة القيم تلاشت، كان اللي ينتقد التكوين في الدكتوراه، كان اللي يقول لك مثلا اليوم ونلاحظها أنه فيه بعض الدكاترة يعني بصريح العبارة لا نستطيع أن نعطيه لقب دكتور. هناك من ينتقد من هذا الباب يقول لك أنه التكوين الآن في الدكتوراه موش قيمة التكوين زمان سابقاً، قيمة الشهادة حاليا وقيمتها في وقت سابق ربما القيمة نقصت قيمتها. لكن بطبيعة الحال أستاذ كيما كاينش هناك تحفيز، راهو يحضر في الدكتوراه تاعو ويشوف الأخر الدفعات السابقة راهو عنده حملة دكتور وبطال، راهو يشوف الدفعات السابقة راهو عنده 8 سنوات في الجامعات كتدريس أستاذ مؤقت وراهو مازال ماهوش في منصب دائم، راهو يشوف السما راهو يصارع بين البحث العلمي والبيداغوجي في الأكاديمي كأستاذ مؤقت وبين إكمال أطروحة الدكتوراه والماديا. نعم تفضل أستاذ. بالنسبة لي أصلا نرجع كيف تأتي مشاريع الدكتوراه. مشاريع الدكتوراه، دكتور عنده مشروع، قال عندي مشروع مثلا تخصص تدقيق محاسبي،
علاه تدقيق محاسبي؟ عندنا احتياج في الكليه نتاعنا تدقيق محاسبي. شحال من بوست؟ 8 بوست. 8 بوست من بعد هاك تكون من 3 سنوات تكون يتخرجوا ما يصيبش روحهم ما يصيبش. علاه ما يصيبش؟ لانه ما كانش دراسه كما قالت الاستاذه في تشبع ما كانش دراسه. الدكتور السابق اللي فتح المشروع على اي اساس فتح المشروع؟ لكي تغطيه عجز ما عجز في مناصب موجوده، وكان امور اخرى نتاع باش يولي بروفيسور كذا تكمله. هذا شيء اخر يعني. بالنسبه للعام 2017 2018 أدركت والله كما نقولوا الوزارة الوصية أن هناك مناصب كبيرة من حملة دكتوراه ألمدي. واش ندير؟ نقلص المناصب. مثلا تدقيق محاسبي 8 بوست نعطوه 3 بوست. راح شوف كل الجامعات تلقى تقليص مشاريع الدكتوراه. هذا راجع إلى لماذا؟ لخريجي الدكتوراه الطور الثالث. نعم، أيضا نقطة أريد أن أضيفها، ما بقاش معنا وقت كثير أستاذ أمينة زغلول، قضية المخابر أيضا. أعتقد أنه المؤقتين وحاملة الماجستير لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء في مخابر البحث الموجودة في كثير من الأقسام والجامعات. كما أنا مثلا أعطيت درت طلب للجامعة البليدة باش ننضم إلى مخبر، دونك عندي 3 مواعيد ومازال ما لقيت ليس هناك اي رد. قالوا نعيطوا لك راني نستنى. حتى خارج التوظيف لا يستغل الاستاذ الباحث في انتاج علمي وربما قد يقدم اضافه لمجال البحث العلمي. صح استاذ. كمجموعه من اساتذه من معظم ولايات الوطن دايرين جروب، معناها هل توجد اضافه كبحث بيننا؟ ولكن للأسف مؤقتين. ساعات يعود عندنا مشاريع باش تروح باش نقول لها عندي مثلا مشروع والله قيمة مضافة باش نقدمها للكلية، يقول لها أنت مؤقت. نعم. حبس. والمشكلة الأكبر أنه حتى الإنتاج العلمي الآن على مستوى كثير من الجامعات لا يستغل فيما بعد. أصبح الباحث الآن هو مجرد دراسة، مجرد بحث علمي ينشر ربما في مجلة محكمة أو في كتاب، لكن لا يتم استغلاله. الهدف الأسمى تقريبا لدى الكثيرين هو قضية أنه يطلع في الجراد ومن أستاذ حاضر إلى ترقية إلى بروفيسور وكذا. قبل أن نختم هذا الفضاء أستاذ نذير يحياوي، الآن هو أمر واقع، الأستاذ مؤقت لا يزال أستاذا مؤقتا، وحملة الماجستير والدكتور لا زالوا في صراع مع مسابقة التوظيف. اليوم وش هو مطلبكم وش هو المخرج الأمثل اللي تشوفوه أنتم، حتى لا نبالغ في الطرح، لأنه الكل يعرف الإمكانيات، يعرف الوضع المالي اللي تمر به بالبلاد، ويعلم أيضا أنه احنا في الجزائر عندنا القدوة بالآخرين، يعني الاقتداء بالآخرين. اليوم تنوض في الجامعة، غدوة يخرج لك. هذا هو ربما الهاجس تاع الحكومة، أنه لو فتحنا المجال لتخصص معين أو مجال معين ستفتح لنا أبواب وجبهات من جهة أخرى. مطلب أساسي ورئيس وتصور مثالي للخروج من هذا الوضع. هو بما أنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة التربية وزارة الصحة غير داخلة في التقشف، هنا نطلب الاقتداء بوزارة التربية التي أحصت المناصب الشاغرة وفتحت أكثر من 100,000 منصب في ظرف 3 سنوات. هنا نطلب بإحصاء كافة المناصب الشاغرة في الجامعة لأساتذة المؤقتين الجامعيين، وتوظيف كافة حملات الماجستير والدكتوراه. على الأقل في هذه السنة والسنتين هذو نفتحوا 20,000 منصب توظيف، راحين يتوظفوا كافة حملات الماجستير، وراحين يتوظفوا الدكاترة الجدد من الطور الثالث، وراح يتحل المشكل هذا. ومن بعد راحين الدكاترة الجدد راح يناقشوا سنوات على مدى سنة أو سنتين، راح تكون التوظيف تام حسب الاحتياجات. نعم. أستاذ منير عودي أيضا نفس الشيء، كيف تشوف المخرج لهذا وهل تشوف أيضا فيه أفق في المستقبل بالنسبة لتعاطي سواء وزارة التعليم العالي أو الوظيفة العمومية وحتى الوزارة الأولى مع قضية حاملي الماجستير والدكتوراه؟ نرجع ونقول أن مطلب الإدماج طلبة حاملي طلبة ماجستير ودكتوراه ليس بمطلب تعجيزي، أو لأن صرح بها وزير التعليم العالي طارح حجار وقال
قال أن الجامعات عندها احتياج في التأطير، وفي ماي أذكر في ماي من هذا العام قال سوف أفتح 3000 منصب وهي تفتح بالتدريج حاليا، وفي الاستصريح الاخير 2800 نقصت 800 فيها الاستشفائيين، فيها الاستشفائيين هذيك 800 تاع الاستشفائيين راحت لي 2000، لانه في جامعات عطاوهم مناصب قليله فرفضوا ان يكون هناك توظيف خارجي وخلوها لي ربما للتحويلات. ثاني استاذ نشير احنا نرفضوا هذا القمع اللي صرا اليوم للزملاء تاعنا، احنا في الوقفه تاعنا صرا من القمع تاع الامن، نرفضوا هذه، رانا نخبه، رانا نخبه المجتمع، ما نقولش قمع ولكن ان تمنعوا من التجمهر هو أمر قانوني نظر إلى قانون الذي يرفض أو يحظر التجمعات والمسيرات في العاصمة، هذا جانب قانوني لن نخوض فيه. قمع شيء آخر ولكن أن تمنعوا من التجمهر فهذا أمر قانوني. لكن هذه نخبة دعا نخبة الجزائر، وهذه نخبة محمد الماجستير والدكتورة جات الوزارة باش تسمع الصوت تاعها، ورانا نتحاوروا مع الوزراء أكاديميين، حنا نحوسوا على الحلول عاجلة لتأدي الجامعة الجزائرية للأمن. نعم أستاذة أمينة كلمة أخيرة. أشكركم على هذه الاستضافة. العفو مرحبا. واحتضانكم لقضيتنا، ان شاء الله نجيو نتلاقاو فرصه اخرى سبتمبر ونوفمبر ان شاء الله حين نساعدو ان شاء الله. استاذ منير في باختصار شديد اود ان اثير نقطه مهمه، انه الان هناك من يقول انكم اخترتوا ربما فتره عطله للاحتجاج، هل سيكون خلال الموسم الدراسي خصوصا بالنسبه للاساتذه المؤقتين، هل ستكون هناك ربما نوع من التصعيد او نوع من الاحتجاج بطريقه اخرى داخل الجامعات؟ اذا لم تلبى مطلبنا الرئيسي اللي هو ادماجنا سوف نصعد الاضراب من اضراب الى اعتصام. نعم. أمام الوزارة قصر الحكومة. نعم. منير عوادي أستاذ مؤقت بجامعة الجزائر الثلاثة وبجامعة وادي سوف، شكرا جزيلا. نشكر قناة جزائر نيوز على هذه على هذه الاستضافة وعلى هذه الجلسة القيمة خاصة معك أستاذ. شكرا. ومن هذا المنبر كرسالة مفتوحة إلى الوزير الأول تبون، أنقذ النخبة من الضياع. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ منير عوادي، نتمنى أن تكون هناك استجابة من قبل الوزارة الأولى، لأنه هذه نخبة المجتمع، إن لم ننهض بهذه النخبة خصوصا في هذا الوقت اللي رانا فيه في أزمة، وخصوصا مع التراجع الكبير لدور الجامعة في المجتمع في الاقتصاد في السياسة في كل المجالات، نتمنى أن يكون هناك التفات. شكرا جزيلا لك أيضا الأستاذ نذير يحيوي الأستاذ المؤقت بجامعة جيجل، والشكر موصول لك أيضا الأستاذة أمينة زغلول الأستاذة المؤقتة بجامعة البويرة، الشكر موصول أيضا لكم مشاهدي الأفاضل على حسن المتابعة والاستماع، نشكر أيضا الفريق التقني العامل معنا والمنسقة، ألقاكم في فرص لاحقة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.